اسمي مريم برشت ونقرا دوزيام ليسونس في ليسي بيلوت نابول. وانا اسمي ياسمين مرحول وزاد نقرا دوزيام ليسونس في ليسي بيلوت نابول. دونك ليكسبيريونس بتاعي نتاع مع انايا كانت اكسبيريونس باهية على الاخر. دخلت من اول عام للبلاتفورم دونك استنست اني ندخل لي كور اون ليني مع دي بروفيس كومبيتون وبعدي كان ندخل نلقى لي سيري ونلقى الكوريكسيون نتاعهم وعاونتني على الاخر الحكايه سورتو اللي عملناو ما قريناش بالبي والعام قص الكل ولي ريزولتا نتاعي كانوا ياسر باهيين الحقيقه وفرحانه بهم على الاخر. هكا علاش حاولت اني نكوراج صحابي باش يدخلوا معايا الانويا ومنهم مريم دخلت معايا الانويا ونسوا الاكسبيرونس نتاعها زاد كانت باهيه كيما كيفي انا. الاكسبيرونس تاعي مع انويا كانت طياره على الاخر. نلقى كل شيء نخدم امون ريتم لقيت لي سيري الكوريكسيون الكور لقيت نعاود نلقاه موجود نلقى كل شيء دونك نجمت ديك نروح للدار نقعد اجور ديما. انا الحقيقه نكوراج الناس الكل باش تدخل انويا خاطرها بلاتفورم ياسر منظمه واللي بروف اللي فيها ياسر كومبيتون واللي حاجتك بيه يعاونوك فيه وحتى كان حاجه ما لقيتش كوريكسيون نتاعها ولا ما فهمتيش تنجم تبعث لهم وكل بروف معناتها ينجم حتى يتلهي بيك وحدك ويفسر لك وحدك. دونك انا نشجع الناس الكل باش تدخل انويا هكا. اون بليس مع العام اللي ديما يمشي ويقص معناتها ما تنجمش تراتي حتى شيء في انويا تلقى كل شيء موجود. دونك نشجعكم باش تدخل.